السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم رايحه نبارطاجي معكم في الاول هكذا اون سورتي في واحد البارك هنايا في لاغيف سود، غير هكذا مقتطفات من شي خرجه معتبره. دايوغ هذه الخرجه الاولى من اللي جربي. عندنا بزاف ما خرجناش، دونك هكذا خرجه اون بلان ناتور والخضوريه اي تو صافي دو بيان، ترجع فينا الروح شويه مع هذا لوتي لاك هكا في الوسط تاع البارك. سي فريمون بو افا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم يعجبكم هذه المناظر. نخليكم مع الفيديو، نقول لكم فرجه ممتعه. من بعد ما دخلنا للدار بديت نوجد العشاء، مازال الحال ولكن بديت من هذا السومو باش نمارينيه باش يشرب شويه من لاماريناد. هنايا بديت نحيت له الجلده ديالو. من بعد بالنسبه للماريناد درت ربع فصوص ثوم، مبشور ليمونه وحده، شويه كمون، شويه ملح وفلفل كحل، وعصرت عليها هكا الليمونه. ونبدا هكا نحط هذوك هذا الخليط فوق هذاك البواسون، ومن بعد نخليه نحطه في لاباط ونخليه يتشرب شويه من هذيك الماريناد. صدقوني هذا لا مارينات تاع لو زيست دو سيترون يعطي له واحد لو بو بزاف بزاف بنين. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتشوفوا. من بعد هنايا رايحه ندير هذه البطاطا سوتي ثاني كتجي بزاف هايله. درت هنايا شويه زبده وشويه زيت باش ما تحرقش هذيك الزبده، وواحد زوج ولا ثلاثه فصوص ثوم. هاكا نديرهم مع فدو. وهذه البطاطا قطعتها اون كوب وغسلتها بلوزيغ فوا بالماء بارد باش تنحى منها كاع هذاك لاميدون، وزدت عليها فلفل كحل وملح. قلت لكم ابتي فو نخليها شويه طيب. درت البطاطا راهي طيب ابتي فو، وهنايا رايحه نحط هذا في الشوايه باش يتشوى. غير درت له شويه فيلي دويل دوليف زيت الزيتون هكذا باش يطيب فيه. هنا كيما راكم شايفين شغل ما لازمش طول طون نقلبوها. قلت لكم ديجا اصلا حطيتها انا ابتي فو،
ومين داك هكذا نقلبها باش تطيب صوتها زعما من كاع الجوايه كما راكم شايفين. المهم نكملوا بهذه الطريقه حتى نشوفوها تحمرت كاع من شغل تحمرت من كاع الجوايه. هنايا خلاص طفيت عليها وكنت قطعت معدنوس هكا رقيق بزاف ودرت ليها من الفوق وخلاص نحيها من فوق الفوق. هنايا درت دو بتيت سالاد، وحده لي شو الكرنب مع زروديه. الكرنب قطعته هكا طرف صغار صغار بزاف وزروديه رابيتها، درت له شويه ملح شويه فلفل كحل شويه خل شويه زيت زيتون ودرت له شويه مايونيز وخلطت له تو. هنايا عندي حبة طماطيش خيار وزدت عليها كمعدنوس ثاني ملح فلفل كحل زيت زيتون وخل وخلطتهم. هنايا كي الى شفتوا الى ماركيتو هنايا في هذا البول صغير قطعت البصل الخضر قطعته هكايا صغير مع شويه ثوم، ومن بعد هكا اللي يحب يزيد على لاصالاد ديالو. هنايا رشيت عليه من الفوق شويه هذاك البصل. هذا هو العشاء ديالنا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم شي حاجه كنت عطيت لكم اونيدي ان شاء الله تعجبكم. هنا نكون وصلت لافان تاع لا فيديو، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نخليكم في امان الله، نقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.